هكذا أراد أبناء محافظة أبين أن يكون احتفالهم بالذكرى 55 للعيد الوطني 26 من سبتمبر مختلفاً، من خلال ما جسدته الحشود الجماهيرية الحاضرة هنا في ملعب الشهداء بمدينة زنجبار. الحفل الجماهيري أقامته السلطة المحلية بالمحافظة، وحضره رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وعدد كبير من الوزراء شاركوا أبناء أبين فرحتهم بالمناسبة الوطنية، والتي تأتي تعبيراً عن رفض اليمنيين لمشروع الإمامة المتجسد في الوقت الحاضر في انقلاب ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. هذه المرة كان لهذه الجموع القادمة من مختلف مديريات المحافظة حضور لافت وصوت متمسك بالمشروع الوطني الذي كان ولا يزال المطلب الأساسي لهم. الحفل الذي شهد تعدداً في فقراته المتنوعة وكلمات متبادلة حملت الإشادة بالحضور، أعلن فيه عن اعتماد الحكومة مليار ريال لإعادة إعمار ما خلفت الحرب في مديريتي خنفر وزنجبار كخطوة أولى، بالإضافة إلى اعتماد عدد من المشاريع الخدمية التي قال عنها رئيس الحكومة إن مدة تنفيذها لن تتجاوز الشهر.